كابتن حازم، هناك تقارير صحفيه بتشير ان البديل لمصطفى محمد في حاله رحيله كل من والتر بواليا، حسام حسن من سموحه، ثم الابقاء على حميد احداد. وحميد احداد، وانا جبت لك احصاءات حميد احمداد مع الرجاء المغربي، لعب كم مره راس حربه وكم مره كجناح ايمن وكجناح ايسر. انت شايف البديل الانسب لرحيل مصطفى محمد؟ طب خلينا نتكلم في موضوع مصطفى بس بسرعه برضه، لان الموضوع مهم اكيد وناس كتير يعني ليها، كل واحد ليه وجهه نظره. لكن خلينا نعرف ان مصطفى هو النجم الحالي في نادي الزمالك، ناس بتحبه جدا، وهو ادى السنه اللي فاتت بصراحه بشكل قوي جدا جدا. طيب الموضوع دلوقتي ان في هو عايز يمشي عشان خد وعد ان هو هيمشي بعتوت افريقيا، الادارات اتغيرت وده حظه وحش فيه، يعني هو مش بتاعته، والناس اللي جت صعب جدا ان اللجنه هتقعد 6 شهور تاخد قرار قوي زي ده. يعني عايز حد يكون قاعد في النادي بقاله فتره وبيكسب بطولات عشان ياخد قرار انه يمشي مصطفى محمد والناس تهدى. لكنك تيجي 6 شهور فما فيش حد عنده جرأة انه ياخد قرار، يعني غير لما يكون كسبان فلوس كتير جدا، فده يغطي الموضوع ده مش موجود. يعني انا سمعت 3.5 تقريبا او 4 او رقم زي ده، ده مش وجماهير الزمالك تنظر للمال، بتنظر فقط بقول لك عشان حتى لو انت هتاخد القرار ده، بس قلت للجمهور انا جاي لي مثلا 7-8 خلاص يا جماعه انا هجيب واحد، فاهم؟ فهي دي فالناس اللي موجوده ما تقدرش تاخد قرار تمشي مصطفى غير لما يجي لها فلوس كتير جدا. صحيح. وفي نفس الوقت مصطفى واخد قرار، واخد ان هو لازم ان هو هيمشي. انا وجهه نظري يمكن كنت يعني ان هو الموضوع 4-5 شهور الزمالك ممكن يجدد لمصطفى عقده بقيمه اكبر بكتير، وفي اخر السنه يمشي طبعا زي ما هو عايز ويروح بعقد كويس، وفي نفس الوقت يبقى هو السنه دي يعني زي ما عقده قليل يكبر، لان هو دلوقتي لعيب درجه اولى واحسن لعيب في مصر والهداف الكبير يعني، فيبقى قيمه عقده بتناسب قيمته حاليا. نعم. وده يبقى ارتضى نوعا ما او راضي نوعا ما ماديا في الست شهور دول، ويتجدد عقده ويتباع في نهايه الموسم. هو بقى خايف من ايه؟ ان انا فرصه، لا مصطفى عندك الاولمبياد دي اقوى حاجه في التاريخ هتبقى موجوده، الناس هتشوفك، عندك بطوله افريقيا ان شاء الله هو تقريبا يعني الاساسي فيها لغايه دلوقتي، يعني هو الهداف وهو راس حربه وبيلعب مع المنتخب اساسي. عندك اثنين بطولتين جامدين جدا هتبان فيهم نفسك. عارف المشكله لما تبقى انت مش واثق في نفسك او ما عندك او انت الحاجه اللي فيها دي طفره، تخاف تقول ايه انا مش هبقى زي ما دلوقتي كده، انا عمري هبقى في المستوى ده. او لما تبقى مثلا عندك 27-26 عمرك ما هيجيلك فرصه ثاني، لكن انت عندك 23 سنه لعيب كويس جدا، مش طفره مستواك. انت لما تيجي تتفرج على الاجوان اللي هو انت بتجيبها دلوقتي، وهو في طنطا بيجيب نفس الاجوان دلوقتي، بس احنا ما كناش مركزين قوي لانه كان بيلعب مثلا بيجيبش اجوان كتير، لان فانت مش طفره، فما تخافش ان هي الفرصه مش هتجيلك، انت مش ظاهرا تواقع يعني مش اللي هو اصل في ناس تبقى ايه انت عارف ده ايه ده مش مستواه ده حاجه كده بس مش هيفضل كده على طول. في ناس بتبقى كده تيجي سنه وتبقى جامده وما تلعبش تاني كده، لكن مصطفى بيطلع ما شاء الله يعني. فهو لازم يبقى هادي، لازم يثق في نفسه، ما يسمعش كلام الناس تقول له دي اخر فرصه في حياتك ومش هيجي لك تاني. لا هيجي لك تاني، هيجي لك تاني. الناس شافتك فين؟ في بطوله افريقيا هنا. طب ما لما تروح الاولمبياد، هم لما تروح بقى بطوله افريقيا الكبار، كل دي فرص بالنسبه لك كبيره. وانا عارف مصطفى زملكاوي جدا وبيحب النادي جدا ومش عايز يطلع بشكل وحش، والناس انا مش عايزه تزعل وتقلب على مصطفى مثلا ان هو ازاي ما معلش هو صغير عايز حاجه في دماغه، لكن هو في الاول وفي الاخر هو زملكاوي وعايز يبقى في النادي. انا زي ما قال عبد الظاهر ويعني دي مهمه جدا، لازم تقعد الناس اللي في اللجنه تقعد قاعده محترمه جدا تدي للراجل احترامه وهو يديهم احترامهم ويوصلوا. انا متاكد مصطفى لو حصل قاعده كويسه بشكل محترم وكلام كان واضح وصريح وهنقفل السطر ده وهنقفل الصفحه دي وهنشتغل على كذا وكذا وكذا، هو هيرتضي وهينزل التمرين. وانا عارف ان هو هينزل التمرين بعد ان شاء الله بعد الماتش يعني ويبقى كويس. والموضوع عايز قاعده مهمه جدا من كابتن ايمن يونس، كابتن اشرف قاسم، كابتن عبد الحليم، وحد من اللجنه التنفيذيه المستشارين الموجودين يكون صاحب قرار بقى. الناس دي على فكره برضه عايزين نقول حاجه، كابتن ايمن وكابتن اشرف وكابتن حليم مش لجان تنفيذيه، ما بينفذوش، هم كلامهم كله توصيات، حياتي الفنيه كلها يعني. هو يقعد مع اللعيبه ويوصل معاهم لعقود هتدفع، هنوصل لرقم كذا، هناخد عقود كذا، ويطلع كل ده للناس التنفيذيين ينفذوا بقى الكلام ده، هم اللي يمضوا على العقود. فمش في ايديهم برضه عشان الناس ما تضغطش على الناس دي يقول لك انتوا هم مش دول بتاعتهم، هم انه يوصل لعبد الظاهر انت هتاخد كذا، عبد الظاهر مش كذا، ماشي يا كابتن انت عبد الظاهر هتقعد سنتين مش ثلاثه، ماشي. هو بيعمل الفلتريشن ده كله وبيشتغل عليه. انا عشان الفصل هخش عليا بس لا قبل الفصل يخش عليا مقارنته مع بواليا، يعني مقارنه مصطفى محمد مع بواليا، هل بواليا يقدر يسد مكانه؟ لا انا لو مصطفى محمد مش هيسد مكانه لو مشي، ولا يبقى زي مصطفى دلوقتي
البديل. لو بديل بوليا طبعا لعيب كويس طبعا، لو بديل يعني اكيد هيبقى قوي ولعيب مهم. لكن انا بقول لك انا مش عايز احط الناس فكره البديل دلوقتي لمصطفى، لان هو موجود في نادي الزمالك. لازم تحضر سيناريوهات يا كابتن، يعني مهما كان لازم تحضر سيناريوهات عندك بالنسبه للزمالك. عندك داخل على بطوله افريقيا وداخل على بطوله الدوري، لازم عندك سيناريوهات. ما هو حسب هم هياخدوا قرار، ان هو مش هياخد قرار. لو وصلت طريق مسدود، انت في مجلس اداره وصلت طريق مسدود وخلاص، ما معلش بس عايز احترف. انا عايز احترف حق، انا عايز احترف. ما هو عنده عقد في نادي الزمالك، عنده عقد. ما هو اي حد هيمشي الصبح هيبدا يعني عقد هنا في النادي، هيبدا يقعد في عقد. هتلاعبني غصب عني؟ مش هلاعبك غصب عنك، بس انا عندي ظروف. بقول لك اقعد معايا اربع شهور خمس شهور. مش هديك، اصل لو انت قعدتني غصب عني مش هديك برضه. ما فيش حاجه اسمها مش هديك، لان هو النادي ده اداله، فهو لسه هيديله. هزعل شويه، هزعل كتير، بس زي ما بقول لك انا ممكن اعمل لك حاجات كتير عشان ما تزعلكش، وانت برضه تعالى على نفسك. انا عارف ان هو عايز يحترف وعايز واملنا كله. على فكره انا جات لي وانا في كاس افريقيا وجالي احتراف، نعم، قلت لهم لا في اخر السنه، لان انا في وسط الموسم مش هينفع امشي، فاستنيت لغايه اخر السنه. فماشي، ممكن ده يكون دور يضرك في حاجه شويه، او احساس ان انت مش هتجيب فرصه ثاني، لكن صدقني جمهورك الست شهور دول هيطلعك السما طول عمرك. نعم، ممكن ما تحسش بالاحساس ده غير لما تبطل.